بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك بمناسبة ذكرى يوم 23 من يوليو يوم النهضة المباركة. عرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.